نظم اتحاد أئمة المساجد بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يوما للتضرع إلى الله من أجل السلام والاستقرار. المناسبة رأسها رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ حسين حسن أبو بكر محمد حسن آدم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. هكذا استحلت فعاليات يوم الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى الذي جاء بتنظيم من اتحاد أئمة المساجد بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وذلك بتلاوة عدد من الختمات القرآنية لأجل جلب الخير ودفع الشر من البلاد، حيث تخللت المناسبة عدة مداخلات أولاها كلمة شكر وترحيب من قبل رئيس اتحاد أئمة المساجد الجوني محمد حسن موسى، وتلتها كلمة النائب الأول لعمدة بلدية أنجمينة التجاني عبد الرحمن نورين، والذي طلب من الأئمة والمشايخ والدعاة بتغيير سلوكيات المواطنين عبر التوعية ونشر ثقافة ديننا الحنيف. رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد من ناحيته أشاد بهذه البادرة الطيبة. إخواني الأئمة، إنني أتقدم إليكم بأسمى آية الشكر والتقدير والعرفان لهذا الشعور والإحساس بمستقبل الوطن. اجتمعتم لأجلي أن تستعمل السلاح. لا يوجد سلاح لجلب الخيرات ولدفع المضار إلا كلام رب العزة والجلال. وقد اختتمت هذه المناسبة الإيمانية برفع أكف الضراء والتضرع إلى الله بأن يعم البلاد الخير والآفية والسلام والاستقرار الدائم.